زميلنا كريم احمد من ملعب المباراه هيقول لنا اخر اخبار فريق النادي الاهلي واستعداداته. اتفضل يا كريم. مرحب بيك يا كابتن ايمن شوقي، طبعا كل التحيه ليك ولكل كابتننا الكبار وكل ايضا كمان جمهور النادي الاهلي في كل مكان. رمضان كريم عليك وعلى كل الامه الاسلاميه وتحديدا على كل جمهور النادي الاهلي. يا رب النهارده ان شاء الله يكون يوم خير على لعيبه النادي الاهلي. النهارده تحدي جديد، الزمالك والاهلي على استاد القاهره في تمام التاسعه والنصف، هي مباراه مؤجله من الجوله الرابعه من بطوله الدوري العام. تحدي جديد النهارده لكل لعيبتنا والجهاز الفني، لان عندنا ظروف صعبه جدا بيمر بيها فريق النادي الاهلي، غيابات استثنائيه في هذا الموسم، عدد كبير من الغيابات ولاعيبه مؤثره بشكل كبير جدا. لكن بنتمنى من لعيبه النادي الاهلي النهارده ان شاء الله كل الامور وكل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها الفريق النهارده تكون دوافع كبيره لعيبه النادي الاهلي النهارده. ثلاث نقاط النهارده يكونوا مهمين بشكل كبير جدا في بطوله الدوري العام وايضا كمان مع النادي الاهلي والجهاز الفني. عايز اطمنك بقى كالعاده طبعا كابتن ايمن من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي، نطمن كل الجماهير على حاله اللاعبين. المعسكر المغلق انت عارف 48 ساعه الماضيه كان في قرار مميز جدا من بيتسو موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ بغلق تام ومعسكر مغلق لكل لاعبي النادي الاهلي وايضا كمان غلق اعلامي لكل التدريبات. ده امر مهم جدا لان فرض مزيد من التركيز ده امر مهم لكل لعيبه النادي الاهلي وايضا كمان يكون في حريه لبيتسو موسيماني انه يحفظ اللعيبه جمل تكتيكيه بشكل كبير. انت عارف تدريبات لما بتكون في النادي الاهلي الجزيره وتحديدا في ملعب مختار التتش بتحاول الاعضاء ان هي تكون متواجده، كل اعضاء النادي الاهلي بتتمنى وبتبقى متشوقه بشكل كبير جدا ان هي تتابع تدريبات فريق النادي الاهلي. لكن بناكد على هذا القرار المميز من الجهاز الفني ان كان في غلق تام للتدريبات، لعيبه النادي الاهلي متواجده في فندق قريب جدا من استاد القاهره. يمكن ال 48 ساعه الماضيه تدريبات كانت على طول في مختار التتش، محاضرات مستمره من بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي اللي بياكد على اهميه هذه المباراه. اكثر من نقطه اتكلم فيها الحقيقه الجهاز الفني، ضبط النفس ده امر مهم جدا، ما ينفعش ان احنا نخرج عن الاطار تماما، تركيزنا يكون في ال 90 دقيقه، كل الامور والثغرات ونقاط القوه والضعف وكل الامور دي يمكن ركز عليها بشكل كبير الجهاز الفني من خلال مشاهداته المستمره. اكثر من مباراه شاهدها الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي لنادي الزمالك في مباراته الاخيره. كل الامور الحمد لله كابتن ايمن بالنسبه لفريق النادي الاهلي بالاستعداد والجديه والحماس وروح النادي الاهلي. مباراه اليوم هي اللي هتنهي الروح وشخصيه النادي الاهلي، بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن الاصابات وبعيدا عن كل الامور، الروح والشخصيه والجديه والاصرار الكبير اللي بنران عليه في كل مره مع لعيبه النادي الاهلي النهارده لو متواجدين في ال 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله يكون المباراه وتكون ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي. متواجدين في فندق الاقامه زي ما انت عارف يا كابتن ايمن، وخلاص لحظات بسيطه جدا وتوجه اللاعبين والجهاز الفني الى استاد القاهره اللي هيستقبل هذه المباراه. عايز اذكرك سريعا واذكر كل جمهور النادي الاهلي بالاصابات اللي متواجده في قائمه اليوم، يمكن على راسهم طبعا محمد الشناوي اللي بنقول له الف سلامه يا رب ان شاء الله يرجع من جديد يحرس عرين النادي الاهلي في البطوله المحليه وايضا في البطوله الافريقيه. بينضم له علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني، ياسر ابراهيم، جونيور اجاييه، وايضا يمكن اكرم توفيق كان عنده كدمه بسيطه في الكوع وطمني عليه بشكل كبير متواجد في القائمه، وليد سليمان ايضا كمان متواجد في القائمه، وحمدي فتحي الاخيرا طبعا اللي بنتمنى له الشفاء العاجل يعود من سريع. قائمه مكتمله ان شاء الله بنتمناها من فريق النادي الاهلي. بيتسو موسيماني كمان يكون النهارده يعني موفق جدا في اختيار التشكيل وايضا كمان يكون القياده الفنيه من خارج الخطوط فيها توفيق كبير. التوفيق لو معانا ان شاء الله كابتن ايمن النهارده، كل الامور باذن الله تكون في صالحنا. الجو في هذه اللحظات جو طيب شويه، درجه الحراره كانت يعني عاليه جدا صباحا، لكن بنتمنى على ميعاد المباراه 9:30 يكون الجو والظروف مهيئه لفريق النادي الاهلي. بناكد ثاني مره بالجديه والحماس ان شاء الله لعبتنا قادره على تخطي هذه المباراه وقادره ان شاء الله ان هي تسعد مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. مستمرين معاك كالعاده كابتن ايمن لحظه بلحظه بننقل كل الاخبار والكواليس سواء من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراة، ومنها ان شاء الله باذن الله عقب هذه المباراة تكون لنا لقاءات وفرحة مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. عودة لك من جديد والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد وهو كان بيكلم من فندق الاقامة قبل ما يروحوا ملعب المباراة.